السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متتبعي في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم تتم ذلك الفيديو اللي عملت أمس عن كيفية علاج الناس، كيفية عمل الرقية، كيفية معرفة أصل المرض، هل هو روحي أم طبي أم نفسي أم كيف تشخيصه. قلنا أن الرسالة موجهة للرقاص، الباب الأول، يعني اي راقي خاصو يبدا يرقي، ما يبداش في ايات العذاب هما الاولين، ما يبداش في ايات القتل هما الاولين، خاصنا نعرفوا الاصل ذاك الجني علاش داخل، واش داخل على خطا كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم الجوزيه رحمه الله، ان يقدر ذاك الجني لا يجب قتله، يعني معرفه سبب دخول ذاك الجسم. يقدر يكون على خطا، يقدر يكون على ظلم، بعد صب الماء الحار في المرحاض، بعد الدخول الى غرفه مظلمه ليلا، بعد رمي حجر، حتى ديك الحجره واحد النصيحه مزيان اللي تفكرتها، حتى انا تكون غادي في الشارع تبغي تحيد الاماطه الاذى عن الطريق، تهز واحد الحجره وتتلوح على طرف الطريق، هذيك الحجره لما جيتش معها بسم الله تقدر تجي فوق شي جني وتاذي وتاذي ولده ولا بنته وتصدق منتقم منك. انت بغات دير اجر، انت غاتصدق مضرور، مثلا بغات تنقز فوق شي صور، القفز فوق حائط، ملي غتبغي تنقص خاص تقول بسم الله، قدرت سميتو تقفز وتنقص على شي جني مريح ولا شي مملكه ديال الجن هناك. مثلا بغات تقلع شي شجره من شي بقعه بغات تبنيها ولا من شي ارض، خصوصا واحد ثلاثه المسالات حذاري منهم، الكرم، الزيتون، السدر، تيكونوا في وسط شي بلاد او فوق شي بقعه او حدا شي بئر او شي خربه قديمه، وتيبغي الانسان يقطعهم، كاين شروط كيفاش يتقطعوا مع ديك تتبارك انت غير شجره، وهي تكون مملكه او تكون قبيله ديال الجن عايشه تماك. المهم الرجل الكلام السالف ذكر، هذا فيديو اخر ديال النصائح ان شاء الله باذن الله كما علمنا الشيخ رحمه الله. واي راقي او معالج بغى يعالج خاصو يعالج في ديك اللحظه ويوصل لواحد النتيجه نهائيه ديال اللحظه. راه قدرت تعالج هذاك المريض او المريضه في ديك اللحظه وتقول لي تندرك الحصه الاخرى، ويقدر ملي تشي ينوض داك المريض وينتحر او يقتل شي واحد ويقتل راسو. علاش؟ لان تتصدق بالتهيج ديال الجني وما تتخرجوش، وتزيد بحال تزيد تكب لا 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 تزيد بحال ليسانس في العافيه. ثم اول شيء تبدا بالموعظه الى الله سبحانه وتعالى. الموعظه الى الله سبحانه وتعالى هي باش تبدا. لماذا؟ يقدر داك الجني يتعظ مثلا. كاين من الجن المسلمين، ولكن ذوك الجن المسلمين هادينو الشياطين واخدين لي ولادو. تلاقيت انا مع حالات بزاف ديال الجن الشيطان كبراء المقربين من الابليس الكبار ومن ابليس اللعين، هادين لذاك الجني ولادو، تقول لي غاتكلف هذا النوع ديال السحر خادم ديالو، غاتبقى دير هاد المسائل في ذلك الجسد سواء للذكر او الانثى، الوسواس، توقيف عن الزواج، توقيف عن الانجاب، توقيف عن العمل، الكآبة، العزلة، انطواع النفس، توقيف البيع والشراء، توقيف أي شيء، أو الجنون أو الانتحار أو أي شيء. خاصنا نعرفوا ذاك المصدر ذاك السحر منين جاي، ونسولوا ذاك. كاين بعض الأحيان تيكون 20 جني في الجسد، وهذاك الراقي تيهضر مع ذاك الجني تيقول شكون اللي كاين، تيقول لي كاين غير أنا، تيكذب عليه تيتيق. شوية ثاني ملي تيطيح في واحد الخطأ آخر، حذاري ثم حذاري ثم حذاري، الجني يعطيك العهد باليد اليسرى. خاص الجني يعطيك العهد باليد اليمنى، لان عطاك العهد باليد اليمنى راه صدق. وخروج الجن غنطرق لهم فيديوهات اخرين كيفاش خروج الجن بصراخ يسمعه اهل الاراضي والسماوات. ومن خاصو يخرج اي راقي او المعالج خاصو يخرج من الصبع ديال اليد اليسرى او اليد الارجل اليسرى، ارجل اليسرى، حذاري ان يخرج من العينين ديال المريض، هو بغى يخرج من العينين، الا خرج من العينين راه غادي يعمل المريض طول حياته، وخا يمشي لاكبر مستشفى في العالم ما يتعالجش. المهم هذا موضوع اخر نطرقوا ليه غير في سبيل النقاش ان شاء الله. ثم ان ملي يخرج لك الجني غادي نطرق ما بقي، غتسولو واش كاين شي توكل ولا ما كاينش، واش كاين الفضلات ديالو كاينش، واش دير ادرو دير ادير دير ادرو حصينه تماك ولا ما ديرش، حيت هما راه تيديروا داخل تيديروا عقد داخل الجسد، لان كما قال الرسول في واحد الحديث ان الشيطان اللي يجري في احدكم مجرى الدم الا عيسى بن مريم. وحديث القارين ما بين ابن ادم يولد الا وكان بقارين، قارين من الملائكه وقارين من الشيطان، فقال الملائكه ياخذوه الى الخير وقارين من الشيطان ياخذوه الى 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 الشر ومعصيه الله. المهم هذا موضوع اخر.